إن التبرع بالأعضاء والأنسجة هو إجراء طبي يمكن أن يحسن بشكل كبير حالة العديد من الأشخاص المرضى أو المحتضرين أو ينقذ حياتهم. يمكن لأي شخص الموافقة على التبرع بالقلب والرئتين والكبد والكلى والأمعاء والبنكرياس عند وفاته. يمكن لمتبرع واحد أن ينقذ إلى ما يصل إلى 7 أرواح ويساعد أشخاص كثيرين من خلال التبرع بالعين والأنسجة. لا بأس أن تكون لديك أسئلة، قد تكون غير متأكد، هل تسمح لك ديانتك أو معتقداتك بالتبرع بالأعضاء؟ تؤيد معظم الأديان التبرع بالأعضاء أو الأنسجة كعمل خيري يستند إلى النية الحسنة لفائدة الناس. إذا كنت تبحث عن الإرشاد يمكنك التحدث إلى مرشدك الديني أو الروحي للتسجيل كمتبرع بالأعضاء ومنح الحياة لشخص آخر. هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها. قم بالتسجيل في سجل المتبرعين بالأعضاء. تحدث إلى عائلتك حول قرارك لكي يعرفوا ما يجب عليهم فعله عندما يحين الوقت. للتسجيل كمتبرع بالأعضاء والأنسجة وللمزيد من المعلومات قم بزيارة www.donatelife.gov.au.